اهلا بكم متتبعي صفحه الريفينو، جريده الريفينو. كتنتقل معكم لشارع محمد الخامس بمدينه الناظور. وكما تشاهدون وضعيه كارثيه لهذا الشارع اللي تحدثنا عليه الاف المرات، عشرات المرات، مئات المرات، وحنا كنطرقوا لنفس الموضوع. شارع محمد الخامس الذي اعدم، الشجار ديالو تعدمات كما كتشوفوا، الاطربه منتشره في كل مكان، لا صيانه ولا تزيين ولا اي شيء. الطامه الكبرى كما كتشوفوا الأزمة.